السلام عليكم ورحمة الله. الطبة أو الباصية تكون مركبة بالجزء العلوي للمحرك بالكيلاص، توجد منها خمسة تكون موزعة على جوانب الكيلاص، ويختلف عددها من سيارة إلى أخرى. سأحاول تقريب التصوير لتشاهدوا مكان تضييع الماء. إذن هاته هي الطبة التي يجب علينا استبدالها. لاستبدالها يجب علينا فك الراديتور أولا. إذن هاته هي الطبة، سنحاول نزعها. نأتي بمفك قصير أو أي أداة ونحاول عمل فجوات بالداخل حتى يسهل علينا إخراجها. بعد ذلك نحاول الضرب بالجانب حتى تخرج معنا، وها هي التفت بمكانها. الآن سنحاول سحبها بمفك أو أي ملقط لا يهم. إذن هاته هي القديمة. بعد ذلك نحاول تنظيف وتنشيف المكان جيدا بواسطة قطعة قماش حتى يسهل علينا تركيب القطعة الجديدة. بعد ذلك نأتي بالجديدة ونحاول وضع القليل من الكولا دوجوا على جوانبها. ثم نحاول إدخالها إلى مكانها بكل سهولة. ثم نأتي بأي أداة ونحاول الضرب على جوانبها حتى تتساوى حوافها مع حواف المحرك. بعد ذلك نقوم بمسح الغراء الزائد من عليها، وها هي النتيجة أمامكم. إذن بهذه الطريقة يمكن لك نزع وتركيب الطبة أو الباصية بنفسك في حال لم تجد ميكانيكي قريب منك. أتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس.